إذا عدنا من جديد متتبعي قناة شوف تي في من خلال مباشر جديد هنا من مدينة طامنسورت، يعني مع السي عبد الكريم اللي تشاهد معنا في هذه اللحظات. يعني الإنسان الحمد لله الإيمان دياله قوي، الإنسان دائما يؤمن بقدر الله وبقدره، فللأسف هذا هو حالنا وحال جميع المغاربة. يعني من تدخل الصحة وما تبقاش الجهد عند الإنسان، فتبقى الله سبحانه وتعالى والأحباب العائلة والأحباب والأصدقاء هما اللي تيكونوا في سند الإنسان في هذا المرض. سي عبد الكريم يعني تعرض لواحد الحادثة، يعني تعرض يعني واحد الانزلاق، يعني زلق في الدار، تهلس من بعدها في ظهره. الله يشافيكم ويشافي جميع المسلمين في هذه اللحظة، ونتمنوا دائما الخير لجميع المغاربة، لا يضر شي مسلم في صحته ولا يكون يعني شي مرض سبب باش انه يرزمو يعني يقعدوا في الدار. سي عبد الكريم يعني خدام بني بحالو بحال الناس، تعرفوا الخدمة ديال البني، وتنعرفوا يعني الانسان اللي خدام بالناي يعني اصلا الخدمه تكون شاقه، هز البريك هز البغلي طلع لي طاجات بني، يعني خدمه فيها كما تنقولوا تماره والعذاب كثير. فما يمكنش انه الانسان يوفر، يعني الانسان ما تيكون بصحته بسلامته دائما ما عمره تيضرب الحساب او انه تيقول واحد النهار الصحه هذه تخونني. يعني اغلبيه المغاربه وللاسف من تيكون احنا اغلبيه المغاربه معروفين بانه ما عندناش لا ضمان اجتماعي، ما عندناش لا سينيسيس، ما عندنا لامو، ما عندنا حتى شي حاجه اللي تقدر تامن حياتنا وتامن حياه وليداتنا. فاليوم هادشي اللي قسم الله، هادشي اللي كان المكتاب، والمكتاب وهو الشيء اللي معنا السي عبد الكريم دابا، وهو انه ترس من ظهره، دار واحد العمليه الحمد لله نجحت، عاوتاني عمليه اخرى الحمد لله نجحت، الان هو تيتباشر الترويض، ولكن تنديو حنا على الالتزامات، تنديو على المصاريف ديال العلاج، الترويض، الوليدات بطبيعه الحال غادي خصهم ما ياكلوا وما يشربوا، يعني شكون اللي بيحن وشكون اللي بيعطف سوى الله سبحانه وتعالى. وانتم بطبيعه الحال متتبعين محسنين وناس اللي فيهم الخير هما اللي هما الامل وهم الرجاء وهم المبتغى من كل مباشر تنقوم به متتبعي قناه شوف تي في. اذا خلو السي عبد الكريم يقربنا من المشكل، كيفاش تبدا المشكل بطبيعه الحال، كيفاش تخنتو الصحه لا اله الا الله سبحانه وتعالى. سيدي عبد الكريم كيفاش وقع لك اخويا؟ اولا السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بالناس ديال شوف تي في. انا حرفتي كنخدم بالناي، وطحت من واحد الضله وتهرست من ظهري، ودابا تشللت من رجليا ما باقيش كنتحرك، وعندي وليدات صغار وراك عارف المصاريف ديال الدار والوليدات الصغار والمدرسه ما كيقراوش، وعندي جوج وليدات اخرين دايرين لاباري فوني هما كيسنعوش، او ما عندهم خصهم الترويض، خصهم سميتو المدرسه فين يقراو، خصهم بزاف ديال المسائل. والحمد لله انا درت عمليه على ظهري، راه دابا الظهر ديالي راه برا، ولكن الرجلين راه ما كنتحركش، وساكن في الفوقي، كل مره كنقلب على الناس اللي يهبطوني باش نمشي للطرويض، كنرجع من الطرويض ثاني كنتسنى حدا الدار، كنطلب الناس ثاني يتعاونوا معايا. كل مره كاين اللي كيتعاون معاك، كاين اللي كيعطيك بظهر ويمشي، كل مره كيفاش توليت كاع ما كنحملش كاع، باقي نهبط ما كنبغيش باقي كاع نهبط، الا ما كانش الترويض اضطراري ما كنبغيش باقي نهبط، لانه كنوصل حدا الباب ما تنحشم باقي نقول لشي واحد طلعني. دابا عام ونص هادي والناس كيطلعوني، صافي عياو، هاد الجيران اللي حدايا هنا عياو كيشوفوني كيقلبوا وجههم، حتى واحد ما كيقدر باقي، الا داز شي واحد براني عاد تنطلبوه يتعاون معانا، والمرا ديالي حتى هي كتعاون معانا وطلعوني وصافي. هادشي اللي كاين. يعني السي عبد الله عام ونص وانت في الترويض تتسنى الامل، تتسنى انه ان شاء الله يدي الله شي تويت الخير وان شاء الله تبرا، ياك هادشي اللي كاين ان شاء الله، داكشي اللي كنتمناو من الله. نعم، والامل ديالنا في الله سبحانه وتعالى. الحمد لله انا تنشوف انك معمر قلبك بالله وبكتاب الله، ايدي الله طبيعة الحال تويت الخير. يعني بغيت تقربنا خويا سيدي عبد الكريم، كيفاش تزلقتي هذاك النهار توقع لك الحادث؟ كنبنيو واحد الكراج حدا الدار، ماشي في الدار، الدار بعيد، جنب الدار كنبني الكراج، طلعت الفوق حتى
العشية ماشي ضلينا خدامين حتى العشية، كنديرو البيطول لهداك الكراج صافي. واحد الوقيته تلقيت راسي لتحت صافي، يعني ما حسيتيش؟ ما حسيتش، تهرس هذاك البوترين وداك الشي كامل تهرس ديالك. والحمد لله كانوا معايا الناس اخرين، جاب الله حتى واحد ما وقع عليه والو، ما كانت غتوقع كارثة كبيرة. هادشي اللي كان من تما نقلوني للمستشفى لمراكش. من داك النهار وانا بقى كان من نهار 11 في شهر 10 في شهر 10 2022 اليومنا هذا. يعني كان واش كان عندك دائما الخوف في العمل ديالك انه واش توقع شي توقع لك شي حاجه في العمل ديالك؟ لا ما كان خرج حيت هذيك هي حرفت من صغري وانا خدام في البنك. النهار اللي قدر الله هذاك الشيء راه جابوا الله مرحبا به. لا اله الا الله. الشيء اللي كاين نعم. يعني انت تشوف دروكا انه خدام واحد الخدمه اللي فيها الريسك بزاف ياك السي عبد الكريم؟ فيها الريسك يعني. ما فيهاش شي حاجه تضمن الصحه، ما فيهاش شي حاجه في البني الا بعض الشركات، شركات كبار اللي عندهم لا سيكيريتي بزاف وكي يستعملوا لا سيكيريتي، هما اللي ما عندهمش لي زاكسيدون بزاف. هما داك الشيء الاخر كامل راه البنايه كاملين حسن عوانهم. هذا الشيء اللي كنت نقول. نعم يعني ديما خدام مساكن في الريسك، ديما خدامين في الخطر، ديما خدامين في الريسك، ديما خدامين من التحت حتى الفوق، ديما خدام في الخطر. نعم الا نعم. بعض الشركات قلال في المغرب وما كل شيء بحال بحال ما شاء الله. يعني خويا دروك هنا تحتي ما لقيتي سوى العائله واقفه معك بجنبك شي شويه، ولكن قلتي راه الانسان تاعي تاعي ما يعطي ياك يا ما يعطيها. آه. في الاول عام الاول فاش يلاه تحت حيره قلت انا كنحسبها بحال شي ماراثون. الماراثون اللي كتبغي تجري كتكون تلقى واحد العدد كثير ديال الناس بغا يجري، ولكن في النهايه كتلقى واحد جوج الناس ولا ثلاثه هما اللي كيسبقوا. داكشي اللي طرا لي انا دابا، بقاو شي ناس قلال هما اللي بقاو كيحنوا فيا وصافي. نعم. يعني كيفاش تشوف دروك حياتك السي عبد الكريم نتايا فهادشي كلشي اللي وقع لك؟ يعني كيفاش تشوف وليداتك باقي قدامهم مستقبل كبير طويل، باقي مسيره طويله خصك تكبر وباقي ترعى باش انهم يشقوا طريقهم؟ يا الوليدات راه هما في يد الله بحالي بحالهم، كنتمناهم الله يسهل لهم شي حاجه حتى هما يقراو ويندمجوا، وكنتمناو من الله التيسير ومن الاحباب ومن جميع الخوت المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. ما شاء الله يا والله يفرج عليهم عند السي عبد الكريم ويدير الله تاويض الخير. يعني اش تتمنى انت دروكا يعني الترويض غادي مزيان ياك السي عبد الكريم؟ وشويه الحمد لله شويه، يعني كان شي امل ان شاء الله. وكنتمناو من الله دابا راه عام ونص هادي، يعني مازال ما بانتش شي نتيجه، ولكن شويه بعدا رجليا بقاو بعدا واقفين في الله يسهم، ما تجمعوا ما والو. وكنتمناو مول الترويض راه تيقول لي ان شاء الله غادي يكون الامل، ولكن باقي ما شفت والو الحمد لله. يعني تتسنى انت النهار اللي ترجع للخدمه وترجع انك ترجع كي كنتي في حياتك، يعني هز راسك وهز وليداتك. هذاك الشيء اللي كنتمنى، كنتمنى من الله ان شاء الله نوقف على رجليا ونرجع للخدمه ديالي، ونرجع انا ان شاء الله نخدم. انا ماشي معقل زعما باش نقول لك انا عزيز عليا الخدمه وعزيز عليا، ما كنرضاش من صغري ما كنرضاش بشي حاجه. عزيز عليا نخدم وعزيز عليا نموفي على وليداتي وعلى دارنا بعرق كتافي. الشيء اللي كنتمنى ان شاء الله. اي والله يدير شي تويت الخير السي عبد الكريم، والله يشافيك ونزل الشفاء ان شاء الله وطهور ان شاء الله. اذا كما تابعتم معنا واستمعتم معنا متتابعين من خلال المباشر، الحمد لله انه الانسان ملي تيكون معمر الله معمر قلبه بالله وبالايمان وبكتاب الله، فالحمد لله سيد ربي ما تيخيبش وما تيخليش. وبطبيعه الحال كذلك انه انتم بوجودكم وبجودكم وبخيركم وبالتضامن ديالكم الحمد لله دائما تيجي الله تويت الخير لجميع المغاربه، حيت كيف ما كان الحال راه من خلال التكافل الاجتماعي كما سبق وذكرت هي الوسيله الوحيده انه المغاربه كلهم يخرجوا من هذه الظروف الصعيبه الاجتماعيه الصعيبه التي يعيشوها دابا. راه تنقولوا راه سعدات كيف فاعل الخير، الناس اللي دائما
يعني تيحنق قلبهم وتيديروا خطوه باش يساعدوا خوهم المسلم ولا خوهم المغربي بصفه عامه، راه ساعدت كيف على الخير، هذاك الشيء تيبقى اجر عند الله سبحانه وتعالى. فالمغاربه هذا هو حالهم، راه ما يمكنش نغطوا الشمس بالغربال، وهذه هي الحقيقه، وهذا هو الظروف المغاربه. راه كما تقولوا كان الانسان ما لقى ما ياكل، كان الانسان ما لقى ما يشرب، كان الانسان اللي يقدر يسد الكرامه، كرامته ما تسمح ليش انه يدق باب جاره ولا يطلب وتيقضي باش ما عطى الله. كما المات الرائج واخا ياكل خبز واتاي وحمد الله وشكره، ولكن المغاربه الخير اللي فيهم ربما ما كاينش في الشعوب الاخرين، حيت دائما تتلقاهم فوق الشده تيكونوا مع بعضياتهم. فحنا نتمنى من خلال هذه المباشره اننا النداء، هذه الرساله ديال السي عبد الكريم مولا وليدات، عنده 4 ديال الوليدات، باقي تابع الترويض، باقي تابع الترويض، باقي تابع بزاف ديال الحوايج اللي قدامه، وتيتمنى انه يتشافى باش انه يرجع لخدمته. تيقول لك انا نفسي حاره، بغيت نتشافى، بغيت ترجع لي صحتي، نموفي يعني نخدم على راسي وعلى وليداتي، ونخدم يعني ونهز وليداتي. فنتمنى الرقم متوفر من خلال المباشر، تنتمنى ما نبخلوش ويعني ونمدو يدينا ونساعدو السي عبد الكريم في هذه الظروف هذه. وقال نشكركم، شكرا على حسن المتابعه. تنأكد لكم بانه راه العنوان عفوا الرقم متوفر. حفظ السي عبد الكريم الرقم ديالك، تفضل قول. على فكره حطينا حنا 096 61 96 06. نعم عاود كرروا الله يخليك. 096 61 96 06. والله يشافي وينزل الشفاء ان شاء الله، وحن قلوب المغاربه على الجميع، المغاربه يعني حل قلوب المغاربه على المغاربه بعضياتهم. راه حنا في الاخر، في الاول في الاخر تنبقاو بعضياتنا، وراه الخير بينا وفينا ومننا بطبيعه الحال. والله الله يضيع اجرهم حسين. وخا نشكركم، شكرا على حسن المتابعه، نتمنى اننا نلقاكم في مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.